خالة هند يسلموا إيديك، الأكل كتير طيب والله، وخاصة هدول البرك عن جد شي بياخد العقل. صحة وعافية يا ابني. يلا مهند أنت لازم تاكل منيح مشان تاخد دواك، بعدين ساويت كل شي بناسب حميتك، دسمه قليل وخفيف. عم باكل، يسلموا إيديك أمي. ها صبيتوا الشاي؟ ارتاحي خالته، خليني وزعه. لا يسلموا، أنا بوزعهم. والله العظيم شغلة. شكرا. يسلم عم أهلك. بنا منفوت من هون. يعطيك العافية. شكرا. مرحبا بابا. مرحبا. وينك لهلا؟ كان عندي اجتماع، وصل من المشفى؟ ايه من شوي، اخوك حكى مع علي وهو اللي جابه. بصير هيك؟ مو بايدي، والله كنت بالشغل. كيفك عمي؟ منيح، تفضلي. بايات تعال. بدي اخذ 5 قطع كرواسان بالجبنة لو سمحت. على عيني. من قاعدة المستشفى؟ شوفي. شو مال؟ وقت اللي طلع مهند من المستشفى صاروا كل الممرضات يبكوا وراه، لك وحتى الدكاترة اللي مناوبين ما رح ينسوه طول عمره. حاجتك فزلك ولا؟ بتأمر. وأخيرا مهند رجع على البيت، اشتقنا لك. يا لطيف، حماتك شو بتحبها؟ مرحبا. إن شاء الله ما عزمت أهلك بغيابي. شرفتي. ها؟ وجايب بانا معك. لا تأخذونا، تأخرنا بالاجتماع اليوم. وأنا أجيت معه مشان أطمن على مهند. كلك ذوق يا بنتي، تفضلي عادي معنا. أهلا وسهلا. شكرا. رح صب لكم شاي. ليش هيك مطقوم؟ شو بدي ساوي؟ مجبور يا أخي. كيفك؟ الحمد لله. أنت كيفك؟ كتير طالع حلو هاللون عليك. شكرا. أعطيني عنك. كيفك جميلة؟ منيحة، شكرا على السؤال. إيه؟ ما قلت لي إن شاء الله صرت أحسن. الدكتور قال لي إني مثل القنبلة الموقوتة. شو ما بدك تقطعي لنا الكيك جميلة؟ ها؟ استنى لتخلص أكل لنشوف كيف طالع، ولا لكم مو بهي. أعطيني قطعة منه لو سمحتي. شكرا. دوقوا. شي طيب، لازم تدوقوا. عن جد ناجح كثير معه، يسلموا الايدين. لا انا ما بدي، ما بوثق بشغله وما بعرف شو بتكون حاطه فيه. حاطط لك فيه يا سم. والله مقبوله منك. عن جد شي بيفرح القلب. شايفين يا اولاد ما احلى هالجمعه؟ ذكروني بزمان وقت كانوا يرجعوا من المدرسة يجتمعوا ويقعدوا يكتبوا وظائفهم. بس تطلع خالة هند من الأوضة كنا نوزع ورق الشدة. مو الكل، أنا وجميلة كنا ندرس. مين بده شاي؟ كاسي مليانة. شكرا. جميلة أنا بدي، صبيلي. فعلاً هالبنت عندها وش كتير مميز. ايه مزبوط، معك حق. عندها جاذبية وكتير حلوة. والأهم وش جديد بمجال الإعلانات. شوف هالنظرة قديشها معبرة بابا، شوف. من حسن حظنا أنه لقيناها. امتى اجيتوا على البيت؟ أهلين حبيبتي. من شي 5 دقايق وصلنا بس. كيفك فيروز؟ أنا مو منيحة، ابنك بدر ترك كل أمور الحفلة فوق راسي. لا شو هالحكي هاد؟ أنا جبت لك أحسن شركة تنظيم مشان يساعدوكي، بعدين هالشي اختصاصهم. أنا رح أترككن وروح، وأنتو فيكن تأخذوا راحتكن. شو هدول؟ هدول الصور تبع جميلة بالاستديو. شو هالمسخرة هي؟ يا ريتك لو تهتم شوي بخطبتنا مثل ما عم تهتم بصور هالبنت. شو ساوي لك يعني؟ هي الوش الإعلاني لشركتنا. الله يلعن الساعة اللي شفنا فيها وشها. فيروز، يعني أنت ما عم تخجل من حالك؟ قربت حفلة خطبتنا وأنت داير ورا صور هي الشرشوحة، عن جد أنت تخنتها.
ممكن توطي صوتك شوي؟ عم حاول اني هدي حالي بدر، بس والله اللي عم تعمله ما بعتقد انه في حدا ممكن يتقبله. حياتي كل اللي عم بطلبه انك تهتم شوي، نحن مو كل يوم رح نسوي حفله لخطبتنا. هدي لي حالك شوي حبيبتي. هذا اسمه عدم اهتمام. خلص حبيبتي اسمعيني، اكيد ما في حدا اهم منك، بس مضطرين نعلن موضوع الشراكه بحفلتنا ماشي؟ وطالما هالبنت ممثله الدعايه رح تكون موجوده معنا بالحفله بس لكم دقيقه، هذا كل شيء. لا تتوتري لو سمحتي، بتسمي؟ هالبنت رح تضل تتفتل طول الليل بالحفلة ورح تخطف الأضواء مني. ما حدا رح يخطف منك شي يا روحي، بعدين عيوني رح تضل عليك كل الوقت، هذا ما بيكفي؟ يلا ورجيني ضحكتك الحلوة يلا. طيب شو رأيك نشوف قائمة المدعوين لآخر مرة؟ طيب أنا أصلاً اليوم إجيت خصوصي مشانك. والله عزبت حالك بدر بيك. فيروز بلا مسخرة. شو كيف كان الاجتماع؟ عادي متعب. لإمتى حتى ترتاحوا شوي؟ والله يا الشغلة كتير صعبة، يعني كل يوم ركض بين الكلية والشركة. أنا خسرت كليين خلال هالأسبوع والله. لك حاجة تشكي بقى، أنا شايفتك صاير أحلى من الأول. جميلة لوين؟ عندي شغل. المهم أني جيت وطمنت عليك مهند، الحمد لله على السلامة مرة تانية. شكرا. يلا بخاطركم يا جماعة بشوف. شكرا حبيبتي إن شاء الله. يسلموا إيديكي. أكيد رح نشوفك بالحفلة ما؟ أكيد. وأنتي كمان رح تروحي على الحفلة؟ والله مجبورة. أكيد رح تنبسطوا كتير، يعني هالجزء من شغلي. الشراكة رح يتم إعلانها بالحفلة، وجميلة رح تكون جزء من هالإعلان مو أكتر. المهم رح تكونوا كلكم موجودين وتنبسطوا سوا. ليش أنتوا ما رح تجوا؟ نحن؟ أنا عطيته لمؤيد بطاقات الدعوة، ليش ما عطاكن ياهم؟ مؤيد؟ مع مهند. مهند؟ شكراً لك بانا، بس نحن ما فينا نجي. ليش بقى؟ لأنه مريض يا بنتي. لا مو مشان هيك، ما في داعي. ليش عم تطلعي فيني هيك؟ أنا بتمنى أنكم تجوا مشان ما أكون لحالي لو سمحتوا. إن شاء الله. يلا بشوفكم يا جماعة. خاطركم. وافي جميلة جاي وصلك. لا ما في داعي خليك. مع السلامة جميلة. تسلمي خالي هندا.